حول الموضوع ينضم إلينا الدكتور صفوق الشمري المتخصص في دراسات سياسية والأمنية من المملكة. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور صفوق. بداية، أي بعد أمني نتحدث عنه هنا لتخطيط الإرهابيين، خاصة نتحدث عن هدف هو وزارة الدفاع؟ ألو، أهلا ومرحبا. طبعا العملية هذه عملية أنا أعتبرها خاصة، زي ما قلتي أنت تتكلم، عادة تكون العمليات من داعش ضد يعني أماكن أمنية أو أماكن وزارة الداخلية، بس هذه المرة كانت ضد وزارة الدفاع أو منشآت وزارة الدفاع، مش وزارة الدفاع الرئيسية. طبعا ويكون التخطيط من داعش، ويكون فيه برضه المنفذين يمنيين. الصورة تبدو يعني لي أنها شيء من يحاولون يضربون أكثر من عصفور. داعش عادة لا تهاجم المقرات الدفاعية، تهاجم المقرات الأمنية، لأنها خصوصا أنه ما في أي يعني في مثلا في سوريا أو العراق ما في وزارة الدفاع السعودية مثلا، لذلك هم يحاولون يصيدون نوعين. أول شيء أنها تكون أن المنفذين يمنيين، فهذا يعتبرونه كأنه رد لحرب اليمن. الشيء الثاني أنه محاولة أنه وصلوا إلى مرحلة أنهم يئسوا من المقر الأمنية، فبدأوا يغيرون للمقر الدفاعية. يبدو أنه داعش ممكن نحطه في كونسبت أنه داعش والعلاقة الإيرانية وعلاقة حزب الله في الموضوع، لأنه ممكن داعش في هذه الصورة لما اختار اليمنيين تحديدا كانت الرسالة انه كلنا نعرف السبورت واللي راح يعطيه ايران للحوثيين، فحاولوا انهم يضربون اكثر من حجر انه اليمنيين، فكأنه هذا رد من الحوثيين عن طريق، او بنفس الوقت داعش انه هذا رد على انه القبضة الأمنية اللي موجودة في البلد. صحيح، كانت العملية إلى حد ما خاصة ومختلفة عن ما عهدناه سابقا. طيب، هل من تفاصيل إضافية ممكن أن نعرفها فيما يتعلق بهذا المخطط؟ يعني قلنا بأنه بحي الرمال مدينة الرياض هو الموقع، يعني كان وكر يستخدمه الإرهابيون، تدربوا فيه أيضا على ارتداء الأحزمة الناسفة وكيفية استخدامها. تفاصيل أكثر عن أيضا من الذي كان يدرب، هل نعرف المزيد؟ طبعا هم قبض عليهم في حي الرمال. حي الرمال على أطراف العاصمة السعودية يتكاثر فيه الاستراحات، لذلك هو إلى حد مهيئ. وعلى فكرة حي الرمال هذه ليست المرة الأولى اللي يتم مداهمته بسبب الاستراحات، بسبب أنه يعني إلى حد ما العين مش عليه، لأنه منطقة استراحات منطقة بعيدة، المناطق المدنية إلى حد ما مراقبة أو الجيران راح يحسون. فإذا كان الواحد يدرب في زي الخلية اللي قبض عليها، فعادة يختارون الأحياء البعيدة، وحي الرمال كان مناسب بعيدة ولكن مهمة، يعني في مقرات لوزارة الدفاع كما قلت، يعني مش وزارة الدفاع، مقرين تابعين لوزارة الدفاع واثنين. ما الذي يمكن أن يستفيده من هذا الاستهداف، من هذا الهدف داعش، خاصة مثل ما قلت حضرتك بأنه عادة لصرح أمنية هو هدفه، ولكن بعدما يأس قام بهذا، لماذا؟ ماذا يمكن أن يستفيد؟ والله أنا يعني أعتقد، وهذه نظرتي للموضوع، العلاقة بين داعش وحزب الله طبعا واضحة، خصوصا بعد مسألة الباصات، يعني صار الوضع يعني اللعب علني. إذا شفنا موضوع الباصات، التنسيق بين داعش وحزب الله وإيران حاجة موجودة في سوريا وما أحد يقدر ينكرها، يعني لدرجة أنه حزب الله وإيران تحتج على القوات التحالف أنها كيف تضرب داعش، يعني وصلنا للمرحلة هذه. نعم، هم من مسألة أنه عدو عدوي صديقي يأخذون من المرحلة هذه، أنه بما أن السعودية عدو الاثنين اللي هو يعتبرون اللي هو النظام الإيراني الإرهابي اللي هو واحد من مؤسسين داعش، وبنفس الوقت عدو داعش، فاتفق الشرين على عدوهم، يعني عدو عدو صديقي، فاتفقوا كلاهما على موضوع لها، فأرادوا أنهم يضربون أكثر من رسالة. لماذا اختيار يمنيين تحديدا؟ هنا واضح الموضوع اللي كانت الهدف أنه حرب
اللي هو إعادة الأمل في اليمن، هذا كان الهدف، بالإضافة إلى إيش؟ إضافة اسم داعش للموضوع. أنا أشكرك جزيلاً. واضحة الفكرة، اعذرني على المقاطعة. الدكتور سفوك شومري المختص في الدراسات السياسية والأمنية.